اهلا بحضراتكم، ونبدا معاكم اولى اخبارنا النهارده. واولى اخبارنا انه عاد الى ارض الوطن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق له، وده عقب انتهاء زيارته الرسميه الى الكونغو الديمقراطيه. خلال هذه الزياره التقى الفريق اول محمد زكي مع الدكتور كاباندا باكورانجا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندييه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. في امبارح مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت، واللي منها انفجراف الحصاد الأسبوعي للحكومة واللي نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وكمان نفي الحكومة استبعاد طلاب مصريين من دخول كلية الطب لقبول الوافدين، بالإضافة إلى تسجيل 5 منشآت صحية جديدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها التقرير اللي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي بيشمل انفوجرافات للحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء والقرارات اللي تمت الموافقة عليها، وكمان الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب القصر العيني نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين. المركز أكد إنه الكلام ده غير صحيح، وإن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية. كمان امبارح نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جراف عن أبرز 10 أماكن ساحرة للزيارة في مصر، وده بناءً على تقرير لموقع ألما تي في ترافل الإيطالي. الموقع وصف مصر بأنها من أروع دول العالم اللي بتمتلك أماكن أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة زي أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول ومدينة القاهرة بمبانيها التاريخية والتراثية، وكمان المتحف المصري بالتحرير بكنوزه الفريدة من العصور المصرية القديمة، وأيضاً قلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة خان الخليلي، ده غير معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك. امبارح أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح تسجيل 5 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبكده بيصل عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية 100 منشأة صحية. دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات. هيكون معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات. من هذه الأخبار إنه وزارة العدل افتتحت 5 فروع للتوثيق هتعمل بنظام الشباك الواحد في الدقهلية. وأيضا في بني سويف أعلنت استلام 72% من المستهدف لتوريد القمح. وكمان محطة صرف صحي تم تشغيلها في سوهاج بتكلفة 30 مليون جنيه. وأخبار تانية من مطروح ودمياط.
أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الدقهلية اللي تم فيها افتتاح 5 فروع للتوثيق بنظام الشباك الواحد، وده ضمن الإجراءات اللي بتعملها وزارة العدل للتسهيل على المواطنين. في بني سويف تم امبارح الإعلان عن استلام 6389 طن من القمح بصوامع وشوان المحافظة، وبيصل إجمالي الكميات الموردة أكتر من 167 ألف طن من بداية الموسم ولحد دلوقتي، وده بنسبة 72% من المستهدف توريده الموسم ده. في دمياط نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف الطبي بالمجان على 1316 مواطنة وتحويل 27 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات. في سوهاج تم تشغيل مشروع محطة صرف صحي الكوثر رقم 3 بتكلفة 30 مليون جنيه، وده في إطار خطة المحافظة للانتهاء من كل المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. في مطروح بيتم إجراء كل الاستعدادات في الشواطئ العامة لاستقبال موسم الصيف السياحي، وده من خلال تكثيف أعمال تمهيد وتسوية الرمال بشاطئ البسانت والليدو، بجانب الإسراع في استكمال جهود التسوية بباقي الشواطئ.